شيخ علي الجفري داعية الإسلامي المستنير المحب والعاشق للدولة المصرية قال في تويتة تغريدة: اللهم انصر خير أجناد الأرض نصرا مؤذرا، اللهم انصر خير أجناد الأرض نصرا مؤذرا، وسدد رميهم بالحق، واحفظ سيناء وأهلها وبقية المحروسة من كل سوء ومكر وكيد، واكفهم اللهم شر المعتدين والمرجفين والمخزلين، يا قوي يا متين. يعني حاجة محترمة للغاية. الشيخ علي الجفري محب وعاشق لمصر، وأنا تابعته وهو في أكثر من مرة بيتحدث. والله الشيخ علي الجفري له مني كل تقدير. تذكرت الآن حينما صفع مذيع البي بي سي صفعة، يعني لو أنا مكان هذا المذيع ما خرجت على الهواء مرة أخرى. الشيخ علي الجفري كان بالمرصاد سهام وكلمات ومفردات وقوة وهو يدافع عن مصر وعن الجيش المصري، ويطعن في هذا المذيع الذي كان متلون. وأنا ليه بدأت بالشيخ علي؟ هو الشيخ علي يمني، يمني لكن والله مصر الهوى والهوية، مصر الهوى والهوية، ويخرج علينا بهذه الابتسامة والروح الصافية، له منا أيضا كل تقدير.